ياو واش لي فيراجيست، نتمنى من الله كاملين تكونوا بخير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو وفي هذه الحلقه الجديده من سلسله اخبار الحركيه اللي غادي نحاول فيها نوفر لكم فيديو كل شهر كيلخص لكم اعمال وانشطه واخبار الالترات المغربيه، واللي بطبيعه الحال غادي نكون محتاجكم توصلوا لي جديد المجموعه اللي كنتاميو ليها وتصيفطوا لي كاع داكشي اللي داروا في الانستغرام ديالي اللي تيبان لكم دابا. وبالنسبه لهذا الشهر فرش بالبلاد بزاف من طرف الجماهير المغربيه، بدايه بسرقه باش اولتراس الجمعيه المنصوريه من طرف اولتراس الريد مان الى عوده الكورف السود مكانه للمدرجات والمقاطعه مره اخرى. فقبل ما ندخلوا في المواضيع ديالنا ديال اليوم غنبغي نهضر لكم على واحد من افضل مواقع لبيع المنتوجات الرياضيه اف واي واي سبورتس، اللي غادي تلقاو عندهم جميع المعدات الرياضيه من تونيات سبرديلات كيطمات وزيد وزيد. ونزيدكم فراه غادي تستافدوا من برومو كود غينقص لكم حتى 5% من قيمه المنتج اللي بغيتوا تشريوه، وليفريزون فراه كاينه في جميع انحاء العالم. اليان ديال الموقع غادي تلقاوه في صندوق الوصف، دخلوا تشيكاو لي برودوي اللي عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء غنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد يا معشر الفيراجيست، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وشي حجه الوالدين ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم الصيام. اذا الموضوع الاول اللي غادي نهضر عليه اليوم وهو الخلاف اللي طرا بين جماهير النادي المكناسي وجماهير الجمعيه المنصوريه على ارضيه الملعب البلدي بالمنصوريه في منافسات القسم الثالث هوات اللي على اتري شفنا سرقه باش المنصوريه اولتراس بلومان وقلبوا ليهم في تيرانهم وفي الاخر قطعوه ليهم. اذا اولا قبل ما نهضر على الصراع اللي دار بيناتهم غادي نهضر على الملعب البلدي بالمنصوريه اللي كيريحوا فيه جماهير الفريقين بجوج في منعرج واحد، الشيء اللي بطبيعه الحال كيخلي الاحتكاكات بين الجماهير تكون وبسبب كلمه او تيار بقرعه تقدر تخلي الصداع بين اي جمهور ينوض كيف ما كان نوعه. وفي ماتش النادي المكناسي والجمعيه المنصوريه شهدنا على تنقل كبير من الرجال الحمر لمدينه المنصوريه اللي بالفعل وصلوا ليها ودخلوا للتيران بلا حتى شي مشكل ولا اي مضايقات من الجماهير المنصوريه، اللي بالعكس لقاو ترحيب منهم كبير. ريدمان خلقوا انيماسيوم هيبه بزاف وسط المباراه مع رفع عده ميساجات، وهنايا غيبدا جمهور المنصوري يشير بالقراعي على الفيراج اللي مريحه فيه الرجال الحمر، الشيء اللي خلاهم يردوا عليهم بالمثل. وهنايا فين غادي تنوض الروينه ديال بصح ويبدا تخريب الملعب من تشير بالكراسه بيناتهم، وبحكم قوه الرجال الحمر واقدميتهم في الدومين ففي وسط الروينه اللي كانت نايضه قدروا يستولوا على باش اولتراس بلومان المشجع الجمعيه المنصوريه ويقلبوه ليهم وسط تيرانهم وفي التالي يقطعوه ليهم ويلوحوه تما. اما بالنسبه لاولتراس بلومان فراه ما عرفتش القرار اللي خداوه، واش غادي يكملوا اولا غينسحبوا من العالم الحركيه. ثانيا غادي نبغيو نباركوا الاولتراس القراصنه الحمر اولتراس ريد بيراب العوده للباشاج مره اخرى على ملعب ابو بكر عمار معقل الجمعيه السلاويه بعد غياب دام لاكثر من 7 سنوات، والعوده كانت بكراكاش خطير مرفوق بميساج نوس كرييفيتش ريبيليوم فيسموس اللي عناو بها ان المقاومه ديالهم مستمره واستمرار عهد النضال وعدم التفريط في كرامه ديالهم واسترداد حقوقهم المبدره في الفتره الحاليه. ندوزو لمدينة وجدة وبالضبط عند اولتراس بيونرز المجموعة اللي كتشجع نادي الاتحاد الاسلامي الوجدي في مقابلتهم ضد المغرب التطواني في منافسات البطولة الوطنية في القسم الوطني الثاني اللي عرفت تنقل ضخم من الفندق نورتي لمدينة وجدة كيف ما دايما كيعودونا، وحصل الاستقبال من جماهير الاتحاد الاسلامي الوجدي المتمثلة في اولتراس بيونرز اللي استقبلوهم بالورد وفرقوا عليهم قراعي ديال الماء في صورة حضارية كتعكس الوجه الحقيقي للالترات المغربيه وكتخلي المنافسه مشتعله غير في 90 دقيقه. ومن هنا فرشا نبغي نقول ريسبكت للجمهورين بجوج وخاصه اولتراس بيونرز على الروح الرياضيه العاليه منهم. ونبقاو مع الفوندو نورتي واحتفاليه خياليه ديالهم بمناسبه مرور 100 سنه على تاسيس المغرب التطواني، اللي بهذه المناسبه تنبغي نقول مبروك المغرب التطواني على العوده السريعه لقسم الاضواء مره اخرى. مهم خليكم مع جزء صغير من احتفالية الفوندو نورتي.
نخرجوا من تطوان ومشيو لكازابلانكا، وبالضبط عند اولترا وينرز في ماتش الوداد الرياضي وبيترو اتلتيكو الانغولي في منافسات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، اللي عرفت حضور استثنائي للوينرز مع رفع تيف واحترافي كيضم كلمة هوميستيك اللي كتعني الحنين الى المدرجات والعودة مرة اخرى للابداعات المتواصلة من المجموعة المصنفة رقم واحد عالميا. مهم خليكم مع شوية من الحضور الاستثنائي للوينرز وانطلقوا مورا. نبقاو في كازا ونمشيو عند القطب الاخضر الرجاوي اللي كيف ما قلت في الفيديو اللي فات انهم قاطعين مباريات نادي الرجاء الرياضي الى اجل غير مسمى بسبب كثرة الاعتقالات اللي طاردت المجموعة عن طريق اعتقال الاعضاء المؤثرين بغرض عرقلة حركة الكورفا السود وتشتيت الانتباه ديالهم. وبتاريخ 1 ابريل الكورفا السود غطرح بلاغ انهاء مقاطعة المدرجات والعودة مرة اخرى للملاعب في اول نهار من شهر رمضان المبارك. في المباراة اللي جمعت الرجاء الرياضي بخصمه وفاق سطيف الجزائري، المباراة اللي عرفت فوز الرجاء بنتيجة 1-0، ولكن في هذا الماتش الاغلبية لاحظوا انه كاينين بزاف ديال المشاكل داخل الكورفا السود بين الجرين بويز والايجلز. اولهم غياب الكابو سكوادرا وتعويضه بجوج كابوات جداد، واحد من الجرين والاخر من الايجلز، وكل كابو كان شاد الفيراج ديالو، الشيء اللي انا شخصيا تفاجأت به وطرحوا لي بزاف ديال الاسئله في راسي على شنو واقع داخل اسوار الكورفا السود. ومن بعد المباراه وبتاريخ 5 ابريل الكورفا السود مره اخرى غادي تلوح بيان كتلخص فيه الكارثه التنظيميه اللي عرفتها المباراه وحملوا مسؤوليه دخول عدد من المشجعين بالاسلحه البيضاء للملعب لشركه كازا ايفنت وجميع المسؤولين على تنظيم دخول جمهور الرجاوي للملاعب. وفي الاخير صرحوا بمقاطعه المباريات مره اخرى الى اجل غير مسمى الى حين ايجاد حلول غا تنظم الجمهور، وكذلك يحاولوا الكورفا السود انهم يجمعوا شملهم ويوحدوا افكارهم ويرجعوا كيف كانوا من قبل ويركزوا على مؤازرة الرجاء الرياضي، خاصة وأنه وراه ماتش كبير ضد النادي الأهلي المصري في الشامبيونز ليغ الإفريقية. فكنتمنى أن الكورفا السود مكانة تسرع في إيجاد حلول قبل ماتش الرجاء والأهلي. هنايا غادي تكون سالات حلقة ديال الأخبار الحركية لهذا الشهر اللي نتمنى تكون عجباتكم الخوت. خلوا لي معكم واحد لايك واشتراك في القناة إلا كان كيعجبك المحتوى الخاص بالألترات المغربية والعالمية. وهنايا ما بقى لي ما نقول لكم من غير تهلاو لي فراسكم على فيراجيز ونتلاقاو في الحلقة الجاية. أو بيس.